مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نعقده مع السيد داريو سكانابيكو، وهو نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي، خلال حضوره للقاهره في زياره رسميه. السيد داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي، نرحب بك على شاشه اكسترا نيوز. في البدايه نرغب في القاء الضوء على نطاق عمل بنك الاستثمار الاوروبي بشكل عام. بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك الاتحاد الأوروبي، ويضم في عضوياته 28 دولة أوروبية، وهو أكبر تمويل متعدد الأطراف في العالم. لك أن تتخيلي أن للبنك مشروعات بقيمة 85 مليار يورو لشركائنا في أوروبا وجنوب أوروبا ومنها مصر. هي مؤسسة كبيرة تستهدف تمويل مشروعات في نطاق اهتمام الاتحاد الأوروبي. ولماذا وقع الاختيار على مصر لاستضافة المؤتمر في دورته الحالية؟ رأينا أنها دلالة مهمة، حيث شهدت تحولات هائلة، إضافة إلى أنها مسرحا كبيرا لعملياتنا. في الواقع تعتبر مصر أكبر مستفيد من تمويل البنك خارج الاتحاد الأوروبي، وبسبب أهمية مصر ارتأينا التواجد هنا لإعطاء هذه الإشارات الإيجابية، خاصة مع التحديات المثيرة التي تمر بها البلاد. ما نصيب الاقتصاد المصري من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي؟ في المتوسط نمول مشروعات بقيمة 80 مليار يورو سنويا خارج الاتحاد الأوروبي، وفي العامين الماضيين وفرنا تمويلا لمصر بقيمة مليار يورو سنويا، وهذه النسبة معتبرة. وما طبيعة المشروعات التي تهتمون بتمويلها؟ تعتمد استراتيجيتنا على أهداف متجانسة ومحددة. الأول دعم تطوير البنية التحتية، ووقعنا اليوم اتفاقا لتمويل مشروع في منطقة الفيوم يتيح مياه الشرب ل 800 ألف شخص. وإلى جانب مشروعات المياه لدينا نشاط في مجال الطاقة والنقل والمواصلات ونمول مشروع مترو القاهرة. كم يبلغ حجم تمويل مشروع المترو؟ 600 مليون يورو حتى الآن هي قيمة التمويل الموجه إلى المترو، وهذا مشروع مهم للغاية. على الجانب الآخر، وإذا أردت تحقيق التجانس المجتمعي، نوجه دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه المصدر الرئيس لخلق فرص عمل. فعلى سبيل المثال نعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة منح قرضا كبيرا يصل لنصف مليار يورو من خلال بنك مصر. وهذا القرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ تماما، نوفر تمويلا بأسعار متدنية للبنوك لإتاحتها للشركات المحلية الصغيرة، وهذا سيكون له كبير الأثر في خلق فرص العمل واستمرارية الوظائف. لا شك أنكم على علم بمبادرة البنك المركزي الضخمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف تتكامل المبادرتان؟ بالتأكيد يوجد تكامل ما بين المبادرتين، لأننا نوفر فائدة منخفضة على أجل طويل. ما نحاول عمله ليس فقط منح القروض، لأنه إذا أردت دعم تنمية الشركات يجب عليك دعم السيولة، خاصة إذا كانت المجالات تنطوي على مخاطر عالية. لذلك بدأنا التوجه لدعم صناديق الملكية الخاصة، وكان لنا لقاء بناء مع ممثل الحكومة ورئيس الوزراء بالأمس، وحددنا الأولويات، وكانت البنية التحتية خاصة النقل وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. من الجيد أنك ذكرت لقاء رئيس الوزراء. ما أبرز نتائج هذا الاجتماع؟
بداية كان من المهم أن نعرف كيف ينظر لنا في مصر، فنحن مررنا بأوقات عصيبة، لكن بنك الاستثمار الأوروبي لا يتخلى عن شركائه، وكان الاجتماع رائعا، ويوجد تعاون مثمر بيننا وبين وزارة الاستثمار والتعاون الدولية، وكانت الوزيرة سحر نصر متواجدة في الاجتماع، وناقشنا أولويات الدولة ومنها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ومشروعات الطاقة والنقل والسكك الحديد. وقعتم اليوم اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، ما القيمة المضافة لهذا المشروع في هذه المنطقة تحديدا؟ هذا مشروع مهم للغاية، لأننا نعلم أنه أولوية قصوى، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الفيوم الذي سيتيح كما أشرنا مياه الشرب لـ800 ألف مواطن. هذه نتائج ملموسة. ماذا عن فرص العمل؟ عدد الوظائف سيكون أكبر خلال مرحلة إنشاء المشروع، وسيصل لـ7,000 فرصة عمل، وستقل طبعا بعد دخول المشروع حيز التنفيذ. ما يحتاجه الاقتصاد المصري هو سرعة التطبيق، لذلك نهتم بدورنا في سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير الدعم الفني. نعود لمؤتمر اليوم الذي ينعقد في إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية. ما المقصود بهذا المفهوم؟ شكرا على السؤال. هذه المبادرة في غاية الأهمية. كانت المفوضية الأوروبية للهجرة طلبت مساعدة بنك الاستثمار الأوروبي، وقمنا بدورنا في توفير حلول تتمثل فيما يعرف بدعم المناعة الاقتصادية، مما أتاح زيادة نشاطنا في المنطقة بـ60%، ما يعادل 4,500,000,000 يورو. في منطقة جنوب المتوسط تضاف إلى ما يتراوح بين 8 إلى 9 مليار يورو متاحة بالفعل، وهذا سيجعل إجمالي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ما بين 13 إلى 14 مليار يورو حتى 2020، ونثق بأنه بفضل المجهودات المتواصلة ستصل الاستثمارات إلى 27 مليار يورو، والهدف الرئيسي هو دعم الدول التي تعاني من مشكلات الهجرة ومنها مصر، إضافة إلى أن البلاد تشهد تحديات كبيرة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لذلك لازم علينا دعم مصر في هذا التوقيت. وكيف سيتوزع التمويل؟ هل سيذهب كله إلى مصر؟ ستذهب لدول جنوب المتوسط. بكل صراحة حد التمويل ليس الفيصل، لكن كيفية الإعداد للمشروعات هو المهم، ونموذج اليوم يوضح أهمية الإعداد للمشروع وضمان التطبيق وإتاحة التمويل في النهاية. ما أكثر القطاعات التي تركزون عليها؟ البنية التحتية والشركات الصغيرة وخاصة المشروعات ذات البعد الاجتماعي، ونحن في مرحلة جمع التمويل من المانحين لدعم هذا القطاع، ويندرج تحته التمويل متناهي الصغر لخلق وظائف عمل، وهنا نجد أن العائد الاجتماعي أعلى من العائد الاقتصادي، لكن التأثر في غاية الأهمية. لاحظنا خلال المؤتمر تركيزكم على القطاع الخاص، كيف ترى دوره في مستقبل مصر الاقتصادي؟ هناك تواجد قوي للقطاع الخاص، وسيؤدي صدور قانون الاستثمار الجديد في مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المحلية. وأوضحت الوزيرة أنه يمكن الآن تأسيس شركة في 7 أيام فقط، لذلك فإن القطاع الخاص حيوي، لكنه يجب أيضا توفير أدوات مالية لتمكين الشركات الصغيرة، وسنركز على هذين المحورين. I thank you very much for your time, Mr. Darius Kanapiko, Vice President of the European Investment Bank, and we look forward to meeting you again and following up on the finance and the projects you do in Egypt. Thank you very much. Thank you very much indeed. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم ونراكم دائما على كل خير.